أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم في قناتكم فهم الفكرة. اليوم إن شاء الله سنتعرف على أفضل 8 تطبيقات شورت على يوتيوب للتحرير أثناء التنقل. أول تطبيق معنا هو أدوب بريميوم رش، طبعا هو جدول زمني متعدد المسارات لإنشاء تأثيرات معقدة، ولدينا فيلم راجو وهو كروما كينج، ولدينا يوكام فيديو لإضافة مكياج واقعي أو فلتر أو ما شابه، ولدينا فيديو ليب تأثيرات الفيلم، لدينا كين ماستر وهو جدول زمني واسع قابل للتطوير، لدينا فاني ميت وهو تأثيرات إبداعية وتزامن، لدينا موفي ميكر خاص بالمبتدئين، ولدينا 5-2 خاص بالفلاتر والملصقات الديناميكية. طبعا تتضمن قائمة تطبيقات يوتيوب شورتس هذه مجموعة من الأدوات الفريدة والمحسنة، حيث يمكن أن تعمل أدوب بريمير راش كأداة لا يمكن الاستغناء عنها لأداء تصحيح الألوان وإضافة انتقالات إبداعية. أما فيلم راجو فتقدم خططا زمنيا مناسبا الذي يتيح لك التنقل بسرعة وقصوى، دمج الفيديو والمسارات الصوتية وإضافة نص منبثق وما إلى ذلك، بينما يوفر يوكام فيديو مجموعة هائلة من الأدوات لتنقيح الوجوه وإصلاح العيوب المختلفة وإضافة مكياج واقعي. إذن أول تطبيق أدوب بريميوم راش، طبعا ماذا يوفر هذا هو التطبيق؟ يسمح بإنشاء مرشحات متحركة، مكتبة مدمجة من الموسيقى التصويرية الأصلية المجانية، الجدول الزمني متعدد المسارات، يسمح بإجراء تصحيح الألوان في بضع نقرات، يوفر تخزينا سحابيا، يوفر مساحة تصل إلى 100 جيجا بايت، وتصدير 4K متاح فقط للمستخدمين المميزين. طبعا هذا التطبيق هو محرر مبسط من أدوب، يعتمد جزئيا على الذكاء الاصطناعي، وتضمن مجموعة من الأدوات لإجراء تصحيح الألوان وتقليل الضوضاء، بالإضافة إلى مخطط زمني متعدد المسارات يسمح لك بإنشاء تأثيرات معقدة مثل صورة في صورة. وخلافا لغيرها من تطبيقات تحرير الفيديو المجانية، فهو عبارة عن مكتبة ضخمة مدمجة من المقاطع الصوتية الأصلية التي يمكن استخدامها كموسيقى خلفية دون القلق بشأن إبطال الدخل على يوتيوب أو تلقي مخالفة لحقوق الطبع والنشر. تجدر الإشارة هنا أيضا إلى إعدادات الاستيراد القوية التي تتيح لك اختيار دقة تصل إلى 4K وتعيين معدل الإطارات المطلوب للفيديو الأصلي الذي تصل إلى 30 أو 60 إطار في الثانية. يجب أن أذكر أيضا قوالب الاستيراد المتاحة التي تسمح لك بإعداد مقطع فيديو ليتم نشره على الفور على اليوتيوب. طبعا واجهة التطبيق تكون بهذا الشكل. فيما يلي تطبيق فيلم راجو، وهذا هو التطبيق الهدف منه أنه يوفر جدول زمني مناسب والكثير من القوالب للتحرير السريع، بالإضافة أنه يسمح بتسجيل وإضافة التعليقات الصوتية، وأنه مزدوج ومتعدد الكاميرات، تسمح أيضا كاميرا AR بإنشاء رموز تعبيرية، بالإضافة إلى أنه نسخة مجانية وتطبق علامة مائية عند التصدير. طبعا هو تطبيق قصير بسيط وبديهي مع وظائف المخطط الزمني المتقدمة، هنا ستتمكن من إضافة مسارات الفيديو والصوت وإنشاء نص متحرك وأيقونات منبثقة لأي جزء من الفيديو. يمكن لمستخدمي البودكاست أيضا في اليوتيوب الاستفادة من ميزة التعليق الصوتي التي تتيح لك تسجيل ملفات البودكاست الخاصة بك مباشرة على جهاز آيفون أو حتى الأندرويد، لماذا أو لما لا، يمكنك التعليق على مقاطع الفيديو أو ترجمتها أو سردها بأي طول تريده. من بين التأثيرات الاحترافية المقدمة ستجد مفتاح كروما يسمح لك بتجنب استخدام طرف ثالث، يعني تطبيقات الشاشة الخضراء، والقدرة على تبديل الخلفية بنقرتين فقط، بغض النظر عما إذا كنت قد أنشأت الفيديو باستخدام قالب أو من البداية، تظل عملية التصدير كما هي، وتسمح لك باختيار يعني قالب معد مسبقا وتعيين الجودة المطلوبة. طبعا تجدر الإشارة أيضا إلى أن الإصدار المجاني يضيف علامة مائية إلى جميع مقاطع الفيديو التي تم تصديرها إذا كان يعني نسخة مجانية وليس نسخة برو. لدينا يوكام فيديو وهذا هو التطبيق، طبعا من ميزته أنه يوفر أدوات تنقيح احترافية، يسمح بوضع مكياج واقعي أي فلاتر، لديه وضع قبل وبعد وأكثر من 100 تأثير للفلاتر، ويسمح بتحرير لون الشعر، بالإضافة أنه نسخة مجانية تحد من الحد الأقصى لطول الفيديو.
طبعا هذا التطبيق قصير على اليوتيوب لمدوني الفيديو الذين يسجلون البودكاست، وتم تصميم المحرر بشكل أساسي لتنقيح الوجه ويسمح لك بتحسين لون البشرة في مقاطع الفيديو الخاصة بك والتخلص من حب الشباب وجعل العيون أكثر وضوحا وإجراء تبييض الأسنان وإضافة الحجم إلى الشفاه وجعل أنفك أصغر، يعني يمكن أن تتلعب بالوجه. يجب أن أذكر أيضا أن هذا المحرر يقدم مجموعة من الأدوات لإنشاء مكياج مزيف ويتيح لك إضافة ظلال عيون واقعية وتغيير لون شفتيك وتطبيق الرموش وحتى إعادة تلوين شعرك. بخلاف التنقيح والمكياج يمكنك استخدام هذا التطبيق لتطبيق تأثيرات وفلاتر إبداعية، ومع ذلك من المهم ملاحظة أن الإصدار المجاني لا يمنحك الوصول إلى جميع الأدوات بما في ذلك فيس وآي تانر وليب ونوس شيبر، كما أن لديها قيودا تتعلق بالطول الأقصى للفيديو والعلامات المائية. هذا هو التطبيق وجهته بهذا الشكل. لدينا التطبيق الموالي وهو فيديو ليب. طبعا هذا هو التطبيق يسمح بتحريك الإطارات الرئيسية والتحرير غير المدمر، بالإضافة إلى جدول زمني قابل للتطوير من أجل معالجة دقيقة للإطار. لدينا مرشحات فيلم فريدة قابلة للتعديل ويسمح بتعديل لون الخلفية، بالإضافة أنه يتم وقوف معظم فلاتر الفيديو والصوت المتميزة وراء اشتراك مدفوع. طبعا هذا التطبيق يتضمن مجموعة كبيرة من القوالب للتحرير المبسط، بالإضافة إلى مجموعة من المرشحات الإبداعية والانتقالات والأدوات المتقدمة، وأكثرها إثارة للاهتمام هي الأقنعة، حيث يمكنك إجراء تحرير ألوان عالي الدقة وضبط السطوع والتباين والتشبع وحتى تحريك الإطارات الرئيسية، حيث يتيح لك التطبيق استبدال الخلفية باستخدام مفتاح كروما. عندما تنظر إلى مرشحاتها الفريدة فإن أكثرها تميزا هي تأثيرات الأفلام القابلة للتخصيص والتي تساعدك على إنتاج لقطات شبيهة بالسينما. طبعا يتعلق الأمر بتحرير الموسيقى التصويرية، فهناك أكثر من 100 مؤثر صوتي لتختار من بينها، بالإضافة إلى أنه يمكنك ضبط الترددات باستخدام المعادل وحتى تسجيل المقاطع الصوتية دون الحاجة إلى اللجوء إلى الآخرين. طبعا برنامج مجاني لتحرير الصوت، ويجب أن أذكر هنا البرامج التعليمية الصغيرة المضمنة المرتبطة بكل ميزة. مع ذلك إذا كنت تخطط لتعديل مقاطع فيديو طويلة ومعقدة على يوتيوب أو ترغب في مشاركة بودكاست حول مغامرتك الأخيرة، يستعين عليك شراء الإصدار المميز، نظرا لأن الإصدار المجاني لا يسمح لك باستيراد مقاطع فيديو يزيد عمرها عن 15 دقيقة طويلة. طبعا هذا هو التطبيق. التطبيق الموالي وهو كين ماستر، تطبيق شهير أستخدمه شخصيا. طبعا يسمح بإضافة خلفية جديدة ويسمح بدمج المؤثرات البصرية الفريدة وإنشاؤها وانتقالات إبداعية، بالإضافة إلى مكتبة لمختلف الأصول المرئية، ويسمح بإضافة تعليقات صوتية، بالإضافة إلى دقة الوضوح تصل إلى 1080 بيكسل وحتى 4K، يعني يمكنك أن تحصل على هذه النسخة بصيغة برو من جوجل. طبعا هذا التطبيق تم إنشاؤه لتحرير الفيديو على الهاتف المحمول بشكل احترافي، على الرغم من أن واجهة هذا المحرر قد تبدو غير مريحة، إلا أنها تعوضها بوظائف رائعة، حيث تتيح لك مزج مقاطع الفيديو الديناميكية واستخدام الآلاف من المرشحات المضمنة والمؤثرات الصوتية، إضافة أيقونات منبثقة وملصقات إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك وإنشاء التسميات والتوضيحات. طبعا بالإضافة إلى القدرة على صوت مقاطع يعني الفيديو المباشرة من المحرر استخدام مؤثرات صوتية خاصة لتغيير صوتك. يجدر الإشارة هنا أنه طبعا لديه مخطط زمني واسع قابل للتطوير، حيث يسمح لك بوضع العديد من المسارات التي تحتاجها وربط أي نوع من التأثيرات المنبثقة بإطارات معينة بسهولة. ويحتوي هذا التطبيق على أداة التحكم في السرعة والعكس، وتتيح لك إنشاء لقطات بالحركة البطيئة والتركيز على انتباه المشاهد على لحظات محددة، وتعد خيارات التصدير المعروضة هنا أيضا من أعلى ما تتوقع، حيث يوفر ميزة دعم 4K ويسمح لك بحفظ مقاطع الفيديو بمعدل 60 إطار في الثانية. واجهة التطبيق هي هذا بسيطة ويمكنك استخدامها. لدينا التطبيق الموالي وهو فانيميت، و
أهم ميزاته أنه يوفر نسخ احتياطي تلقائي، وهي متاحة للعمل والشخصية، بالإضافة إلى إخطارات في حالة فشل النسخة الاحتياطية. لديك عملية استعادة سهلة، ولديه أقنعة فيديو، بالإضافة إلى ضعف الأداء الوظيفي واشتراك باهظ الثمن. يعني يمكن أن تحصل على هذه التطبيقات من جوجل بنسخة البرو، يعني مهكرة، إذا أردت عدم دفع أي مبالغ وشرائه. طبعا من المحتمل أن يكون هذا أفضل تطبيق قصير على يوتيوب للمبتدئين، حيث يتيح لك إجراء عمليات التحرير والقطع الأساسية، بالإضافة إلى إضافة انتقالات ونص متحرك من الإضافات المفيدة الأخرى كالمكتبة الموسعة للأصول المتنوعة، مثل الملصقات وصور الخلفية التي يمكنك استخدامها لجعل مقاطع الفيديو الخاصة بك أكثر تميزا. طبعا يمكن أن تكون ذات صلة بشكل خاص إذا كنت تقوم بتجميع مجموعة من المقاطع المضحكة على سبيل المثال، وهناك تأثير مزامنة الشفاه والأقنعة التي يمكنك تطبيقها على لقطاتك إذا كانت لديك مشاهد حركة، فيمكنك تثبيت الإطارات الرئيسية عند استيراد مقطعك، ويمكنك اختيار يوتيوب باعتباره النظام الأساسي المطلوب، وسيختار التطبيق تلقائيا الإعدادات المثلى. ومع ذلك يجدر الإشارة إلى أن معظم التأثيرات الفريدة غير متاحة مجانا، وعيب آخر في هذا التطبيق هو أن المحرر لا يدعم مقاطع فيديو 4K. واجهة التطبيق بهذا الشكل. لدينا التطبيق السابع وهو موفي ميكر، وهو نص، يعني يوفر لك نص متحرك ومكتبة خطوط ضخمة، يسمح بعكس التغييرات وتخفيضات سريعة، يمكن أن يزيد من حجم المسار الصوتي ومكتبة مشروع أنيقة، لا توجد أدوات تصحيح الألوان. طبعا هذا التطبيق عبارة عن محرر فيديو يوتيوب بسيط وآخر بواجهة حديثة. ستجد هنا مكتبة ملفات أنيقة تتيح لك عرض جميع مقاطع الفيديو الخاصة بك وإضافتها إلى المخطط الزمني. تعد الوظيفة المقدمة الأساسية إلى حد ما، يتيح لك التطبيق فقط قص المقاطع ودمجها وإضافة مسار صوتي وضبط مستوى الصوت وإضافة حدود ونص منبثق. ويجب أن أشير إلى أنه يوفر أيضا خطوطا متميزة وأنيقة تسمح لك بضبط حجم الخط ولونه وموضعه. طبعا هذا المحرر يتيح لك العودة إلى الحالة الأصلية للفيديو في أي وقت، ويتم تخزين جميع التغييرات في ذاكرة التخزين المؤقت لجهازك قبل تصدير المشروع. إعدادات التصدير محدودة، ولكن يسمح المحرر بتحرير مقاطع الفيديو بأي حجم مع دقة استيراد قصوى تبلغ حتى 1080 بيكسل. واجهات التطبيق هي هذه. آخر تطبيق معنا هو فايلتو، طبعا يسمح باستيراد المسارات الصوتية وتعديلات لون البشرة، بالإضافة إلى مرشحات إبداعية قابلة للتخصيص ومحرر الخلفية، ملصقات ديناميكية، طبعا يصلح لمستخدمين اليوتيوب والتيك توك والمدونين طبعا المبتدئين. هذا التطبيق يقوم بتسجيل مقاطع فيديو بودكاست صغيرة لقناتك على اليوتيوب أو تيك توك، فيمكنك مفاجأة المشاهدين بفلاتر إبداعية. يقدم مجموعة من التأثيرات الحديثة والتقليدية، من بينها VHS و ستار بلينك وريترو في سي ار وفينتاج وغيرها الكثير. يمكنك أيضا استخدام التطبيق لإضافة الموسيقى والملصقات المنبثقة المضمنة في المكتبة. يوفر تطبيق يوتيوب شورتس هذا تصحيحا أساسيا للألوان، يسمح لك بإضافة مثلا أو إزالة الحبوب وضبط لون البشرة وما إلى ذلك، كما أنه يوفر أيضا القدرة على تطبيق المرشحات مباشرة على الخلفية إذا كنت تسجل الفيديو في استوديو أو مقابل أبيض خلفية بيضاء. هذا هو التطبيق كما ترى. إذن هذه 8 تطبيقات قمنا يعني شرحها. اختر التطبيق الذي يناسبك ويتلائم معك. إذا كنت لا تريد أن تدفع لأي تطبيق من هذه التطبيقات من بلاي ستور، يمكنك أن تحصل على هذه النسخ مهكرة من جوجل. فقط اكتب اسم التطبيق واكتب بجانبه برو أو بريميوم، وستحصل على النسخة كاملة. هذا هو موضوعنا لهذا اليوم. إن أعجبكم اضغطوا على زر اللايك، اشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين، وفعلوا زر الجرس حتى يصلكم الجديد دائما من قناتكم فهم الفكرة.